بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. سائل يسأل يقول: شيخنا الحبيب، نريد منك حبيب، يعني هو يحبنا في الله، أيضا نحن نحبك في الله يا أخي، نعم هذا من السنة. شيخنا الحبيب، نريد منك أن ترد على شبهة روجها أحد المتعالمين بأن كتب الأشاعرة العقدية صعبة لا تفهم، وهذا دليل على أنها ليست على الحق، لأن الحق آيات بينات، وذلك عندما كنت ترد على بعض من يبدع الأشاعرة، فقلت له، يعني أنا قلت له: أتحداك أن تفهم صفحة واحدة من كتب الأشعرية. طيب يا خلص، أنا يعني أتنازل، أتحداك أن تفهم صفحة واحدة من كتب النحو. الآن نقدم لك ملا جامي وتشرح لنا صفحة واحدة من كلام ملا جامي في النحو. طيب أتحداك أن تفهم البلاغة على ما كتبه السكاكي وغيره، إذن هي باطل لأنها صعبة. أتحداك أن تفهم أصول الفقه، إذن باطل لأنه صعب. ماذا أفعل؟ كل باطل صعب، إيش الهذيان هذا؟ علم الطب من أصعب العلوم، إذن هو باطل بالقياس الوهابي. علم الهندسة والميكانيكا وكذا من أصعب العلوم في الدنيا، إذن هو باطل لأنه صعب. هذا اسمه هذيان، هذا هو الرد العلمي، أن نقول هذا هذيان، ثم نعود لإخواننا ونبين لهم كيف لبس الوهابية عليهم. اسمع يا أخي، العقيدة هي أسهل من الماء العذب في الصيف الحار. عقيدة الأشاعرة إيش يعني؟ عقيدة الأشاعرة أن تعتقد أن الله ليس مثلك، وأن الله لا يجري عليه قوانين الكون، وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم قدير، يعلم السر وأخفى، لا يتعدد لا يتحدد. هذه العقيدة. إذن ما هو الصعب؟ الصعب هو الأدلة العقلية التي تنصر هذه العقيدة. الوهابي المسكين يظن نفسه حينما يقول لك مثلا: الدليل على وجود الله تعالى أنه قال كذا وكذا، وأنه أرسل الأنبياء. إيش دليل هذا؟ هذا ما هو دليل، هذا عبث، هذا اسمه، لأنك تستدل بمحل النزاع. دوره ما الدليل على وجود الله؟ وقول الله. هذا هذيان سخف، هذا ليس استدلالا. ما الدليل على الوحدانية؟ أن الله تعالى قال أنه واحد، صحيح قال أنه واحد، لكن هذا الدليل يصلح للموحد المسلم من آمن بالقرآن، أما الملحد لا يصدق بهذا الكلام. النصراني لن يقبل منك ذلك لأنه أصلا لا يصدق القرآن، فلا بد لك من دليل عقلي تلجمه به، لأن المشترك، دائرة المشترك الواسعة بين العباد هي الدليل العقلي. فهناك فرق يا بني بين العقيدة وبين تقرير العقيدة وبين علوم العقيدة. أي نعم، كمان هناك فرق بين الدين والتدين وبين علوم الدين، لكنكم لا تعلمون هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه كله عند العرب صابون. يا أخي اعطونا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره فتخرج بتكفير ما بين السماء والأرض. بعدين يا أخي، بشهادة بعض إخواننا السلفية السابقين، الوهابيون الآن عوام الوهابية يفهمون التدمرية، عوام الوهابية يفهمون التدمرية، يفهمون أساليب ابن تيمية في تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. ما لكم كيف تحكمون؟ لماذا تغالطون العقيدة؟ متون العقيدة هي التي يحفظها الأطفال، عقيدة ابن عساكر وعقيدة
الخريدة البهية والجوهرة جوهرة التوحيد المتن ليس فيه أي إشكال، بل حتى سائر كتب الأشاعرة التي هي متون للتعليم ليست القضايا التي هي ردود على الملاحدة وعلى النصارى وعلى الدهرية. تقول لو قال الله تعالى هو الدليل، قال الله، قال الله على المسلم الذي آمن، الكافر عليك أن تؤمن، أن تثبت له أن الله قال فعلا، تثبت له وجود الله، فهذا إذن دخلنا في المدخل الأول لأنه منكر لوجود الله تعالى. بس ابن تيمية قال لنا أنه لا يوجد إنكار للربوبية، غلطان ابن تيمية، غلطان يا أخي، والله يضحك عليكم، وبدي أنكم ماذا، أن العقلاء منكم بدأوا يعني يخرجون من هذا، صناعة المحاور وغير صناعة المحاور، بدأوا يرجعون يقرؤون كتب الأشاعرة في هذا الباب. آمن بوجود إله، كثير الناس الآن اسمه مذهب ربوبي، يعتقد برب للكون لكن لا يعتقد بأن هذا الرب له علاقة بنا. عليك أن تؤمن أن تثبت له صدق الأنبياء بالحجج العقلية التي جاءوا بها، صدق بهذا وذاك، عليك أن تثبت له صدق خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام بالبينة والبرهان، بعد ذلك صار مسلما فيقرأ القرآن يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية أن العقيدة الأشعرية صعبة، لا ليست صعبة، إنما القضايا العلمية الكلامية في تقرير تلك العقيدة وفي الرد على أهل البدع صعبة، لن تدرس هذه الأشياء الصعبة إلا إذا كنت في باب الاختصاص، وهو كثير من الأشاعرة أنفسهم لا يفهمونها. لماذا؟ لأنه ليس بحاجة إليها. العقيدة شيء وعلم الكلام شيء آخر. علم الكلام وسائل دفاعية عن العقيدة، يشبه ما يكون بإيش؟ حتى أعطيكم مثالا، رأيتم فاكهة الدوريان؟ جماعة أندونيسيا وماليزيا يفرحون لأن هذه فاكهة عندهم جميلة جدا. الدوريان ثمرة يا أخي، دعك من الدوريان، يقول هذا بعيد جدا ما نراه، يعني تتكلم عن حاجات هكذا بعيدة. صبار، التين الشوكي، تعرفون التين الشوكي؟ موجود في كل مكان، في مصر وفي الشام وفي تركيا. في التين الشوكي اللي هو الصبار، ما هو؟ ثمرة لذيذة جدا، ولكن هذه الثمرة مغلفة بغلاف كله أشواك. كذلك هذا الذي يحصل، علم الكلام هو تلك الأشواك التي تمنع المقتحم إذا ما أراد حرب العقيدة، تحمي هذه العقيدة. أما العقيدة هي اللب السهل، شرحناها في أكثر من تسجيل، بينا خلاصة عقيدة الأشاعرة في تسجيل خاص. الله ربنا سبحانه موصوف بكل صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، أول لا بداية له، آخر لا نهاية له، قديم قيوم، كل الكون قائم بأمره، لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه، فرد أحد صمد، حي سميع عليم قدير بصير. هذا أشياء صعب هذه، بس قالوا لنا لا داخل العالم ولا خارج، هذه في القضايا العلمية المتخصصة، كما أنكم تقولون بالمكان العدمي يا معشر الوهابية، وهي خرافة لا وجود لها، كما أنكم تقولون المحدث غير المخلوق، أشياء اصطلاحات عجيبة غريبة لابن تيمية، كما أنكم تقولون بحوادث لا أول لها، كل تلك الخرافات والخزعبلات التي هي خارجة عن الحقيقة والواقع ومخالفة للنصوص تؤمنون بها ولكنكم لا تلقونها للعوام. كذلك هذه القضايا التي عند لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا ليست بعين الذات وليست بغير الذات، قضايا علمية اختصاصية جاءت في الرد على بعض البدع الضالة وعلى أهل الأديان الأخرى، وقد بينا هذا في تسجيلات مفصلة، لأنك لا تستطيع أن تلزم النصراني بعقيدتك إلا على طريقة لا ليست بعين الذات أو بغير الذات، لأنه سيقول لك الأقاليم ثلاثة كما قديمة، فأنتم أيضا عندكم صفات
قديمة متعددة. هذا كلام لا أود أن أخوض فيه لأن هذا قضية اختصاصية. فيا أخي القضية ليست كذلك، العقيدة سهلة جدا، العقيدة هي في القرآن، العقيدة هي في السنة، ولكن بشرح الراسخين في العلم انتهى الأمر. أما علم الكلام هذا علم اختصاصي ندرسه للدفاع عن هذه العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.